أسعد الله صباحكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان اليوم راح يكون عنوانها منطقة المنصور وأيضا مع الشرطة المجتمعية. الموضوع اليوم هو موضوع التوعية مع وباء كورونا وعودة الوباء بشدة أكبر ربما خلال هذه الأيام الماضية. حظر التجوال أيضا يعني سيتم تطبيقه وتنفيذه وأن يدخل حيز التنفيذ خلال يعني الساعات المقبلة، حظر جزئي بالإضافة إلى الحظر الشامل في أيام الجمعة والسبت والأحد. لذلك يعني اليوم الشرطة المجتمعية ووزارة الصحة لها دور في توعية المواطن و يعني محاولة منح المواطن كل المعلومات والتعليمات لغرض يعني السيطرة على الوباء خصوصا وهذه المرحلة وهذه ربما الموجة قد تكون شرسة. الأعداد في تصاعد مستمر يوم بعد يوم، بدنا نشوف انه اكو أعداد تتزايد يعني بطريقة مخيفة. ربما زرنا مستشفيات، تحدثنا مع أطباء، تحدثنا مع وزارة الصحة، لجنة الصحة والسلامة الوطنية كذلك أكدوا ضمن مجموعة من القرارات على ضرورة الالتزام بالوقاية الصحية. لذلك راح نكون مع الشرطة المجتمعية اليوم نتعرف على عملهم، وكذلك مع كادر من وزارة الصحة أيضا راح نشوف الإجراءات اللي يتخذوها مع المواطن في الشارع للتعريف بما يتم يعني تداوله حول وباء كورونا وخصوصا التعليمات والتوجيهات الصحية. لذلك راح يكون معنا العميد غالب عطية مدير الشرطة المجتمعية. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا وسلم سيادة العميد، أول شيء نعرف المشاهد بحضرتك. العميد غالب العطية مدير الشرطة المجتمعية. احنا اليوم راح نكون معاكم حتى نغطي فعالياتكم ونشاطاتكم في منطقة المنصور حتى نشوف شلون توجهون المواطن. طبعا دا اشوف وياكم كادر صحي ايضا. احنا يعني كشرطة مجتمعية مفارزنا دائما يعني مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص، يعني لما نخرج في موضوع عن الصحة ويانا الجهات الصحية مفارز صحية من وزارة الصحة من حتى يكون العمل مشترك ويكون يعني ذو فائدة. وايضا يعني عندما يعني يصير جهود مشتركه بالتاكيد راح تكون نتائج جيده ان شاء الله. ايضا بالنسبه للشرطه المجتمعيه اليوم يعني نزلوا للشارع يعني من اجل توعيه المواطنين بالاجراءات الصحيه الجديده، بالتعليمات الصحيه الجديده، بضروره الالتزام بهذه التعليمات، خصوصا احنا مقبلين على يعني حسب التوقعات لوزاره الصحه للمسؤولين للمعنيين بهذا الموضوع أن هناك يعني توقعات بين أن تزداد الإصابات وتكون قد تكون خطرة. إذن علينا أن نوعي مواطنينا حتى نحاول أن يكون يعني يأخذون إجراءات الوقاية، وأنت تعرف الوقاية خير من العلاج إن شاء الله. نعم، إحنا نريد نتحرك، يعني خلينا نتحرك بهالاتجاه. طبعا الكادر أيضا صحي. السلام عليكم. شلون الصحة؟ يا اهلا وسهلا. عرفونا بحضرتكم وواجبكم. دكتورة سلوى أسامة، مركز صحي الداخلية. دكتورة نهلة محمد طاهر من مركز صحي الداخلية. شرفنا. شنو واجبكم اليوم؟ احنا اليوم بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بإشراف مباشر من مكتب السيد الوزير على مود نسوي حملة توعية صحية. نعم. خاصة بعد ظهور بعض الزيادة بحالات الإصابة بفيروس كورونا، نتأمل من الناس انه تلتزم بإرشادات الوقاية والصحة والسلامة. نعم. نأكد عليهم على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بيناتهم، عدم التجمع، ودنوزع الرسائل الصحية، وإن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع. إذا راح نكون إحنا وياكم إن شاء الله خلال هذه الحلقة. يعني بلا عنوان هدف اليوم أنه ينقل ما يحدث في الشارع العراقي من المواطن إلى المسؤول، وكذلك نسلط الضوء على هذه الفعاليات والنشاطات. لذلك عميد غالب خلينا نتوجه هذا الاتجاه أفضل، يعني راح يكون عميد غالب خلينا نتحدث عن الشرطة المجتمعية، عن الشرطة المجتمعية بصورة عامة، يعني أنه واجباتكم عملكم التفصيلي اليومي. الشرطة المجتمعية تعرف حضرتك هي مؤسسة يعني شكلت حديثا، واليوم دا تعمل
من أجل زيادة على الوعي الوقائي لدى المواطنين. نعم. إجراءاتنا استباقية وقائية، نستبق الحدث، نستبق الجريمة، نستبق حتى نعمل على منع هذه الجرائم أو على الأقل الحد منها، وأيضا الكوارث نعمل مع يعني الشرطة المجتمعية تعمل مع كل مؤسسات وزارة الداخلية في مجال المخدرات، الجهاز الإلكتروني، التحرش، العنف الأسري، كل هذه الظواهر السلبية اللي نشتغل عليها، بالإضافة إلى عملنا مع باقي الوزارات، نعمل مع وزارة التربية بتوعية الطلاب، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة الصحة، اليوم أيضا الشرطة المجتمعية يعملون على مع وزارة الصناعة والزراعة بخصوص التشجيع على المنتج المحلي والصناعة الوطنية، وأيضا دعم المنتوج الوطني. وبالإضافة إلى يعني عملنا مع المؤسسات الأهلية، المنظمات المجتمع المدني، هذه كلها الإجراءات وهذه اتخذتها وتعمل بها الشرطة المجتمعية من أجل أن زيادة الوعي الوقائي لدى المواطنين وتبصيرهم وتنويرهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات اللي متخذة من قبل الجهات المسؤولة. نعم، أنا أشوف يعني فرقكم الجوالة دائما موجودة في الشارع، بالإضافة إلى يمكن عندكم أرقام خاصة للتواصل للمواطنين إذا عنده شكوى، عنده مشاكل أسرية وما إلى ذلك، يعني لتدخل الشرطة المجتمعية. نعم، الخط الساخن للشرطة المجتمعية 497، هذا الخط يعني على جميع، يستقبل المكالمات على جميع الشبكات. نعم. وهو مجاني، وأيضا يعني نعمل على أن يكون يعني هناك تواصل بين المواطنين والمؤسسة الشرطة المجتمعية. نعم، اليوم احنا في سوق، يعني فواجبنا راح يكون هو يعني تحذير المواطن والتوعية. نعم. حضرتوا من امور يعني بروشورات، ترتيبات، شنو عندكم؟ احنا الشرطة المجتمعية دائما عملها على شكل حملات، مثل الحملة عن التوعية باتجاه نصب الكاميرات، حملة باتجاه الخطوط الساخنة، حملة باتجاه يعني كل الظواهر السلبية اللي ممكن أن تأثر على المجتمع، أن نسوي من خلال عندنا دراسات وقسم خاص بالدراسات، ويقوم هذا القسم يعني استشعار الخطر، استشعار الظواهر السلبية الموجودة، مثل ازدادت فلان ظاهرة نشتغل عليها، ونوجه كل مفارزنا في بغداد وأيضا المحافظات ينزلون للشارع من أجل توعية المواطنين. اليوم احنا تعرف جائحة كورونا، مرافقين المفارز الصحية من أجل توعية المواطنين بمخاطر عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة اللي صدرت يعني مؤخرا. هذه التعليمات قد تكون بها نوع من التجديد وتجديد الإجراءات، لكن بالتأكيد هي من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى كافة أفراد المجتمع. احنا يمكن بالسنة الماضية يعني من أيام كورونا كانت في بدايتها، أيضا كان لكم دور في الشرطة المجتمعية. يعني خلينا نستذكر بعض الأمور اللي اشتغلتوا عليها بالسنة الماضية، يمكن إنجازاتكم. بالنسبة للشرطة المجتمعية خلال الفترة السابقة اللي ازدادت فيها أيضا جائحة كورونا، كان للشرطة المجتمعية عمل متواصل مع وزارة الصحة من خلال أيضا سواء التوعية يعني بالندوات، مواقع التواصل الاجتماعي، النزول إلى الشارع، أيضا مرافقة المفارز الصحية بالتلقيح، بالأخذ العينات من المواطنين، وأيضا بتوعية المواطنين بمخاطر وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية. نعم، احنا المشكلة نلاحظ يعني خصوصا يعني في هذه الفترة القادمة، يمكن بعد ما راح يكون انفرض حظر، راح نشوف انه يعني المشكلة انه لازم يكون عدم التزام من بعض المواطنين، خصوصا الكمامات، الخروج وما الى ذلك، يعني خروج اوقات الحظر، يعني احنا نشدد انه تكون للطوارئ فقط. فالتجمعات اليوم اللي موجوده مثلا المولات، المطاعم، عندكم نشاطات ايضا للتوعيه؟ بالتاكيد، يعني احنا ننفذ تعليمات وزاره الصحه وتعليمات اللجنه الخاصه بتنفيذ الاجراءات الصحيه بجائحه كورونا. هذه اللجنه اصدرت يعني سلسله من التوجيهات ومن
الإجراءات الصحية وحتى الأمنية، يعني غرامات التوعية هذه كلها بالتأكيد راح تطبق وتنفذ من أجل أن نحافظ على صحة كافة أفراد المجتمع. نعم، احنا نريد ايضا نشوف، يعني نتحدث مع مواطنين اليوم يمكن، او نشوف يعني الجانب اللي تتعاملون به. الشباب خلونا نتوجه منين تجون من هنا شمس، يعني الله يسعدك يا مرحبا، شلونك؟ شلونكم؟ ليش ملابسكم هاي اول شيء؟ والله استاذ تعرف الغرامه 25,000 هو السعر الكمامه. احنا هسه ماكو غرامات، بدنا نوعي نثقف الناس حتى الكمامه، لانه بالتاكيد راح يعني تحافظ على صحتك من ترجع لبيتك، يجوز تاخذ فيروس تودي لاهلك داخل عائلتك. انت شاب يجوز تتحمل المرض، يجوز عندك مريض بالبيت او عندك رجل كبير سن يجوز ما يتحمل، راحت كتله يجوز صح. وانت تتحمل اثمه وتتحمل مسؤوليته. انا شاكر لكم على هاي التوعيه الجيده دكتور، ونتمنى الصحه والعافيه لجميع العراقيين، وان شاء الله ماكو اي وباء وما يعم الوباء على العراقيين بوجود الصحابه والنبيين واهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وبفضل الكوادر الطبيه الموجوده المختصه بهذا العمل. احنا داخلين فضل الالتزام، احنا داخلين على حظر ان شاء الله. كمواطن تشوف الحظر اليوم هو مجدي ولا بد منه؟ لو انه خلص خلينا نتعايش اليوم الحظر، لما يتم الحظر بصوره عامه لازم هناك، انت تعرف اكو ناس هناك على القوت اليومي، لازم هناك اشخاص توفر لهم المعيشه بالشكل المضبوط. فانا لما اوفر افرض شيء يعني لازم هي لازم اوفر شيء بديل. نعم. حلو. فلما انا افرض الحظر حلو لازم اكو ناس تاخذ قوتها اليومي. نعم. مثل ما كانت تاخذه. نعم. حلو. بس اسالك سؤال، تاع ليش ملابسكم طالب؟ لا موظف شركه. موظف زين، رايك بحظر التجوال اللي يطبق، يعني هل راح يكون مجدي انت كمواطن؟ يعني والله حظر التجوال تكرار للسنه الماضيه، هو صار نفس السار قبل نفس الشيء، ما راح يعني تغيير، ما راح اشوف شيء ياثر. نعم. يعني حظر التجوال صح يعني قلل الحالات بس همات، يعني هي صارت من قبل بنفس الشيء. زين، مو احنا اليوم هو الموضوع يعتمد عليك كمواطن. أيه. يعني يعتمد على التزامك والشيء اكيد مواطن. اذا انا حافظ والوياي حافظ على التزام كمامه هاي صح، ما محتاجين هذا. نعم. الحظر بالكامل. نعم. نتمنى لكم السلامه. شكرا على الجميع ان شاء الله. شكرا وشاكرين على جهودكم هاي المبذوله، حياكم الله كل الهلا. يعني فعلا سيادة العميد، هو يمكن المواطن لو كان ملتزم بصورة كاملة بموضوع الكمامات وتعليمات وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية اللي انخفضت بها الأعداد إلى العشرات، يمكن كان محتاجين إلى حظر جزئي أو شامل مرة ثانية. يعني بالتأكيد يعني الالتزام بإجراءات الحظر وإجراءات الوقاية يجيب نتائج طيبة وجيدة، و والعكس بالعكس طبعا، في حال عدم الالتزام عدم التمادي بكسر الحظر وعدم الالتزام بالإجراءات بالتأكيد راح يكون هذا يعني فد وبال على أفراد المجتمع، خصوصا الفئات الضعيفة كبار السن الأطفال، ممكن أن تأثر على يعني أفراد المجتمع، خصوصا يعني احنا يعني اليوم احنا جينا منطقة يعني ملتزمة، يعني بعدين راح نتوجه إلى مناطق شعبية. نعم. نشوف الالتزام أقل يعني راح يصير مع الأسف، وهذا بالتأكيد يعني يشكل يعني خطر على صحة المجتمع. هو إحنا فعلا إحنا هذا اللي نقوله، يعني هذه المنصور أو هذا شارع الرواد يعني معروف ربما أنه منطقة راقية يعني وسكانها يعني من الطبقة المثقفة، لكن المناطق الشعبية اللي إحنا نعاني منها يمكن، أو حتى حملاتكم تعاني في التثقيف في المناطق الشعبية. في الفترة السابقة يعني المرحلة السابقة من يعني في جائحة كورونا، الشرطة المجتمعية فعلا يعني عانوا كثيرا بالمناطق الشعبية، عانوا بالمناطق اللي يعني التزام بها قليل جدا، واشتغلنا يعني من أجل أن نوعي الناس، نوعي المواطنين على ضرورة بل وجوب الالتزام بالإجراءات، لانه اللي يعني اليوم اللي ما يلتزم بالحظر هو مو فقط يصيب نفسه لكن ده ينقل المرض،
وينقل الفيروس بين افراد المجتمع. نعم. احنا نريد ننتقل للست الدكتوره هنا. دكتوره سلوى، اليوم المواطن شو يحتاج؟ يعني بالاضافه الى العلاج، شو يحتاج اليوم؟ هو اهم شيء الوعي، احنا هسه بدنا نزيد الوعي الصحي عند المواطن. فاهم شيء اذا يلتزم بارشادات الصحه والسلامه اللي احنا بدنا نقول لهم عليها، ارتداء الكمامه، عدم التجمع، عدم الخروج من البيت الا للضروره القصوى، واهم شيء عدم اسوي التباعد المسافه بين شخص واخر ما لا يقل عن بين متر الى مترين. فاذا يلتزمون بهاي الاشياء ان شاء الله نقدر نعدي هذه الازمه ونطلع من هذه تزايد الاعداد. اليوم التزايد الى شنو نعزوه؟ يعني التزايد بالاعداد خلال الاسبوع الماضي هو لانه قله الالتزام بهذه الارشادات. هي إيه اهم شيء اذا نلتزم، يعني ماكو متغير على مستوى الفيروس كابديت كشيء ولا حتى لو اكو، هو اهم شيء الالتزام بهاي الارشادات. من يلتزم بها المواطن والبقيه هم يعني يلتزمون، شويه شويه نقدر نتخلص من هذه الازمه. نعم نعم. حاج شلونك؟ مرحبا. شلون الصحه؟ الحمد لله وشكرا. احنا شفناك جاي، كنا نسلم عليك. تسلمون، الله يبارك فيكم. اهلا ومرحبا. حيصير حظر وهذا، شنو رايك؟ والله هو الحظر من صالح الناس. نعم. يعني من يبقون، لكن اكو مشكله عندنا، ذول اللي ما عندهم رواتب واللي ما عندهم شيء، اللي عايشين يوم بيومه فعلا، عايشين يوم بيومه، يحتاجون. انه هو الحظر صار يعني من 5 الصبح الى 8. نعم. فيقدر يعيش ويرتب اموره. نعم. اما بالليل شو عنده هو؟ فالاجراءات كلش صحيحه وممتازه، لكن يحتاج لنا اللقاح. اللقاح وين؟ العالم كلها لقحت واحنا بعدنا لحد الان ما لقحين. نعم. اللقاح تنطي نوع من المناعه للجسم طبيعيه. نعم. اي لقاح يجي، اذا صيني اذا روسي او اي لقاح، هو يفيد الناس. نعم. فنتمنى انه الحكومه مالتنا تسرع باللقاح. نعم. والاجراءات جيده. كمواطن حضرتك ملتزم يعني بالتعليمات الصحيه، الكمامه، الكفوف؟ نعم. تنصح بها ابنائك؟ طبعا ننصح بها. والكمامه المفروض تستخدم وتنذب ورا. نعم. الاستخدام اليومي. نعم. لان تبقى تراكمات الجراثيم موجوده او الفيروسات موجوده على الوجه الخارجي للكمامه. نعم. وحتى احنا اليوم كاساتذه الكليات طلابنا ما خليناهم بالكليات، وراح. نعم. ندرسهم حتى الدروس العمليه من خلال منصات الجوجل ميت. نعم. نعم. استاذ جامعي حضرتك؟ نعم، دكتوراه. نعم. بالهندسه. تشرفنا، تشرفنا بحضرتك. اهلا وسهلا. مشرف لك الصحه والسلامه. شكرا. تسلمون، بارك الله بيكم. شكرا. ما لا الله ويا شكرا. الوعي موجود، مرات نقول انه الحمد لله انه الوعي الوعي موجود. شلونك؟ هين قاعد اشتغل. وين دامج؟ شو كنت بال الجنطه مالتي فوق. شو سوي بالجنطه؟ كمان الجنطه خلاص. لونك ايش كبر؟ شفتك صراحه. اي انت عندك احد بالعائله انصاب خلال السنه الماضيه؟ لا الحمد لله والشكر. ولا احد عندكم؟ لا الحمد لله متوقعين بالوقايه، ملتزمين. نعم. اي لذلك احنا نريد نستمر يعني ان نكون بعيدين عن هذا الوباء، نقطع هاي السلسله. ان شاء الله. شكرا لك. أي. شكرا. اذا مستمرين احنا في منطقة المنصور وبرنامج بلا عنوان، يعني ردنا نكون مع الشرطة المجتمعية حتى نطلع أكثر على يعني التوعية وما يقومون به من حملات دائما. اليوم يعني هذا هو يومهم، الشرطة المجتمعية، ضروري وجودهم بالشارع، ضروري تواجدهم بين المواطنين حتى يعني يثقفون. طبعا الجميع يمكن يحملون. دكتورة، البروشورات اللي عندك ما تحدثتي لي عنها. هي عبارة عن رسائل صحية، عن تتحدث عن فيروس كورونا، عن الأعراض مالته، طرق الانتقال للعدوى وكيفية الوقاية منه. فإحنا دا نوزعها للعالم حتى يقروها، وبالتالي هم همين عن طريقهم هم يوزعوها لأصدقائهم يوصلون المعلومة للبقية. نعم. إحنا يعني هي هذه المشكلة إنه إحنا تحدثنا بها العام الماضي. هي نفسها، هي نفسها من العام واللي حد الآن. نعم. السلام عليكم. شلون الشباب؟ قاعدة حلوة وجو طيب. ها الله يسلمك. ان شاء الله صحة وسلامة دائما. كمامات؟ ها بالمحل الزبرة. بالمحلات. شنو ملاحظاتكم على شنو؟ يعني بموضوع الوباء ورجع بهالقوة، ورجعنا احنا نحاول انه نعيد التوعية والالتزام ورجع الحظر. فكم مواطن ملاحظتك؟ يعني كل التوقعات
يعني من جهات الاختصاص المختصين بيقولون راح اكو احنا مقبلين على زياده بالاصابات واصابات خطره لابد من هسه نتحسن منها نتكي يعني لابد من هسه اجراءات الوقايه. انتم يعني اولا مدى يعني مصداقية هذا الموضوع يعني تعتقدون هذا صحيح؟ لو ما تعتقدون صحيح يعني إذا تعتقدون صحيح هل أنتم يعني عندكم استعداد للالتزام بهذا الشيء؟ هي بكل الحالات إحنا المواطن المتضرر إذا كان يعني يلتزم بالكمامة أو ما يلتزم بالكمامة تركيا التزام عندهم تام ما تصعد مترو ما تصعد باص اذا مو كمامه وهم عندهم قوانين صارمه بصراحه اي وهم عندهم حالات تصير ايش شو نقول هم عندهم حالات هم لو ما ملتزمين جد تصير الحالات تضاعف صحيح فاحنا ايضا نلتزم عندنا حالات قليله ما نلتزم راح تضاعف زين راح تضاعف بالتاكيد اصابات ووفيات وليش يعني احنا لا احنا ماكو مشكله خلي يسوون قوانين صارمه بس يخلون اصحاب المحلات المطاعم المولات خليها مفتحه لان يعني اذا صار كمثال حظر زين اكو عالم قوت يومي يعني مثلا ابو التاكسي يعني مثلا المطاعم توصيل يبقى التوصيل او توصيل حتى اذا مو توصيل يبقى مثلا تباعد اجتماعي شنو المشكله يعني اذا بقى تباعد اجتماعي لا استاذ هذه يمكن كانت تجربه خلال الاشهر الماضيه يعني خلال الاشهر الماضيه كانت هاي التجربه انه انخفضت الاعداد صحيح والمطاعم ظلت فاتحه بس النتيجه لا اكو تصاعد يعني أنا وياك إنه أكو ناس يمكن اللي هو عايشين على قوت اليومي العامل اللي راح ينقطع رزقه هذا كارثة كبيرة أي مشكلة وعشناها إحنا بالسنة الماضية يعني إحنا اللي حد الآن دنعاني من اللي ست أشهر الفاتت لحد الآن أكو ناس انطلبت أكو ثاني شيء أصحاب الأملاك ما يراعون هذا الشيء بصراحة يعني والدولة بنفس الوقت هم ده تراعي صاحب الملك يعني المفروض تقول له مثلاً هاي السنة الضريبة رايحة واقعة إحنا فتحنا ورا الحظر اللي صار فتحنا ما ظلينا اسبوع 10 ايام اجانا والله شنو نريد ضريبه مال الاعلان ياب احنا معزين احنا صار لنا 6 اشهر معزين جانا امانه بغداد ضريبه المهنه زين انا 6 اشهر معزل ايجاري بحدود 2000 2500 دولار زين ابو الملك من دا يجيني دا ياخذ انا 6 اشهر معزل 6 اشهر ذكروها انتم كلكم مال فتره الحظر من 17/3 وبعدها وبعدها ابو الملك ما سامحني بسنت 2500 اجي اخذ ايجاره 2500 6 اشهر انا دافع قاعد بالبيت وانا ادفع ايجارات وفوقها امانه بغداد تدور من عندي ضريبه مهنه يعني هي هذه بصراحه هي مشكله ومشكله اجتماعيه لازم نلقي لها حل يعني لا وبالذات يعني بالذات شغله الايجارات مال المحلات بصراحه يعني يعني الناس هنا كلش تاذت هوايه ناس اللي كان ما مطلوب انطلب من وراء هاي الفتره اللي اقول لك الفتره اللي فاتت لحد الان احنا دنعاني من عندها يعني احنا نتمنى انه الحظر يكون اسبوعين مو اكثر ويكون اكو التزام واكو تجاوب حتى بعد خلص يلغي ونرجع لحياتنا الطبيعيه لان هو حاليا اسبوعين وممكن يمدد يعني فان شاء الله حظر وارتفاع الدولار نعم ضغط فعلا ضغط يعني ضغط مو طبيعي يعني مو طبيعي الضغط مو شلون مكان يعني اكو ناس يعني اذا تسمع مثلا فلان وفلان اكو مشاكل تصير من وراء هاي الدولار وغير الدولار يعني مشاكل كلش هوايه تصير من وراء الوضع الاقتصادي بالبلد صراحه يعني يعني محلات اكو محل هذا ايجاره 3000 و4000 دولار و2.5 يجي يوم يبيع قطعتين زين هاي القطعتين لمن ينطيها للعامل للايجار للمولده المصرفه هو فعلا مشكله هاي سياده العميد يعني متشعب الموضوع يعني شكرا احنا نشكركم ونشكر انه داخلتوا ويانا وكماماتكم الله الله شكرا شكرا لك مع السلامة يعني صراحة احنا احيانا نشوف اكو هواجس يعني على تماس مع المواطن هواجس مشروعة يعني واسباب احيانا احنا ايضا نتعاطف وياها ونحير كيف نتعامل معاها صراحة فنتمنى يعني الجهات المسؤولة كلهم ضمن اختصاصها يعني سواء الضربة المفروض فعلا هاي فترة التوقف يعني ما عليها ضريبة هذه بالعكس احنا المفروض نساعدهم ونقدم لهم أصحاب المحال وغيرها يعني الإعلام له دور مهم وكبير من خلال يبرز ويبين معاناة الناس بعدم الالتزام ليش ما يلتزمون لواحد اثنين ثلاثة هاي النقاط حتى نقدر نعالجها لابد أن توصل للجهات المسؤولة نوصلها من خلال الإعلام ومن خلالكم فالإعلام له دور كبير سواء بالتوعية او بالمعلومات الراجعه اللي نعم راح تتلقاها الوزارات والجهات المسؤوله حتى تقدر على الله نعم تقدر على الله راح تتخذ اجراءات
تسهم بزيادة الالتزام بالحظر، زيادة الالتزام بالإجراءات الوقاية. هذا جدا مهم. إذا احنا مو فقط الشرطة المجتمعية وهي مع وزارة الصحة أو مع بعض الدوائر، لا، كل المؤسسات لها يعني من خلال عملنا، من خلال وجودنا بالشارع، وجودنا بالميدان، نجد أنه كل مؤسسات الدولة لها دور بالتوعية، لها دور بزيادة زيادة الالتزام بالحظر. نعم، الحقيقة والله هو يعني الموضوع مو بسيط فعلا، مثل ما تحدث هنا يعني أحد الشباب أنه موضوع العمل، الحظر، موضوع ارتفاع الدولار، فأكو تراكم يعني المشاكل، أكو تراكم بالأحداث. هذا الحقيقة هو قد يسبب عبء على المواطن. سيادة العميد، يمكن تحدثتوا على موضوع الكاميرات أيضا من ضمن عملكم، من ضمن عملكم يعني كشرطة مجتمعية. نعم، بالنسبة للكاميرات، شوف نعم. هذه الكاميرات موجودة نعم. بكل مكان. شباب حاولوا لي منها، افتروا لي على موضوع الكاميرات. يعني سيد المقدم تفضل هنا، تفضل هنا حتى يتداخل ويانا ايضا. هلا بياني فتحول عليه. يلا اي تمام. عندنا موضوع الكاميرات اليوم ايضا من ضمن عملكم. بالنسبه للكاميرات يعني صراحه يعني اهميه كبيره. يعني الكاميرا هي حارس شخصي لصاحب المحل، صاحب الشركه، صاحب الدار، صاحب المؤسسه، وكل دول العالم تعول بأمنها على الكاميرات. دائما ما نعمل على يعني التثقيف وتوعية وتذكير المواطنين بضرورة الالتزام بنصب الكاميرات. الكاميرات هي وجدت لخدمتهم، لحمايتهم، لحراستهم، ومن خلال عملنا يعني بالتحقيقات واطلاعنا على التحقيق مع المجرمين، يعني وجدنا أنه المجرم أو الإرهابي السارق يتجنب الكاميرات ويتجه إلى مكانات ما بها كاميرا، ينفذ جريمته بمكانات ما بها كاميرا. المكانات اللي محروسة بالكاميرا دائما يتجنبها، ما يتواجد بها، ما ينفذ أعماله. إذن الكاميرات لها دور كبير، وإحنا من يعني حتى يمكن بالأحياء السكنية، حتى الأحياء السكنية، حتى الدور. يعني أنا شخصيا يعني حضرت تحت تحقيقات مع إرهابي خال عبوة لأحد الضباط موجودين بالمنطقة، لكن هو مخالها ببيت ما بي رجال فقط نساء. لما يعني أثناء التحقيق، ليش تخال هاي العبوة لهذا البيت؟ ما عندهم شيء. لمن تستهدف؟ قال لا، أنا استهدف ضابط بمسافة 5 دور 4 دور. بس إنه حس هذا المكان آمن يعني. ليش لعد خليته هنا؟ لا، قال لي خالين كاميرا. فيخليه على طريقة وتأذوا هذا البيت. إذن الكاميرا تخدم وتحمي المواطن وتحمي العائلة وتحمي صاحب الشركة، صاحب المؤسسة. وأيضا نوصيهم إحنا مو فقط يخلي الكاميرا وانتهى، الإدامة. إدامة الكاميرات، الفحص دائما، فحص لأنه تتسجل، يتأكد من هنا تتسجل تحفظ، لأن أحيانا يعني نرجع رجوع قبل يوم أو قبل يومين من يصير حدث معين نرجع له. وإحنا كل مفارزنا اليوم أيضا يعني مقسومة شطرين، شطر على الجانب الصحي، شطر على الجانب الوقائي اللي بموضوعة الكاميرات، ويشتغلون من أجل أن يثقفون ويوعون الناس بضرورة بالوجوب يعني الاعتماد على نصب الكاميرات وإدامتها شيء. والحفاظ عليها أصبح شيء ضروري. عرفني بحضرتك سيادة المقدم. المقدم وليد خالد محمد، دار علاقات إعلام قسم الشرطة المجتمعية. الشرطة المجتمعية، يمكن أنت حضرتك في مناطق محددة من بغداد الكرخ. نعم، أنا أختص يعني على قاطع المنصور والعامرية. نعم. ومنطقة أبو غريب، جزء من منطقة أبو غريب. نعم. شنو اللي واجبات اللي او الامور اللي اذا تشوفوها ضمن هاي المناطق بالكرخ، العامريه، ابو غريب، او حتى المنصور، يعني شنو الحالات اللي ممكن تتعرضوا لها او تجيكم؟ يعني اذا بخصوص الكاميرات، يعني تفضل السيد نعم. العميد اتفق موجز كبير، واعتقد وفى وكفى بخصوص هذا المجال. نعم. ضمن قاطع يعني قاعد اشوف اكو تعاون من قبل المواطن. نعم. والمواطنين، اضافه مثل ما اضاف السيد العميد انه وجود حتى كاميرات داخل المنازل. تعتبر هذا الجهاز الالكتروني رخص سعره حاليا، اللي يمكن ما يتجاوز 60,000 وصل. نعم. فقاعد يشجع المواطن لنصب هذه الكاميرات لتحديد يعني يعتبر احد الادله الدامغه في الوصول الى الجريمه. نعم. او اي خرق امني، يعني هي يعني عين ساهره موجوده 24 نعم. ساعه. وجود تعاون كبير قاعد نشوف، وترحيب من قبل المواطن. يعني اكو مواطن بدون نعم. ما نتوجه له، نعم.
قاعد نشوف انه ناصب كاميرات بمنزله، ناصب كاميرات بمحل عمله، بالاسواق، بالكذا، وجود ترحيب بهذا المجال ومتفهمين هذا الشيء انه يوصل او فالدليل مفيد للمواطن للاجهزه الامنيه. السلام عليكم، شلونكم؟ شلون الصحه؟ استريح عمو على راحتك. شلونك عمو؟ هلا عمو، شلون الصحه؟ مرحبا. احوالك؟ كورونا رجعت ها؟ ان شاء الله. شنو ان شاء الله رجعت؟ رجعت ها؟ عجي شو تقول؟ الله يخليك عمي. هاي كورونا رجعت ها؟ ايش راح نسوي؟ لازم نتوقع. مو؟ اي صحيح. يعني انتم شويه الاعمار الكبيره اي لا تشتغلون صح حقكم. ما نقدر نلبس كمامه. بس لبسوا اليوم ها؟ تسوي مرمر عمي. لا العفو بالعكس احنا. الله يخليك. ما الله والديك. والله عمو احنا نخاف عليكم انتم الكبار يعني احنا عليك. والله شباب يجوز ها نقوم منها. اشكرك هذا ربي يحفظكم. الله يحفظكم. زين الله موضوع يخلي. الحظر انت على باب الله ايش تشتغل؟ نجار يعني. نجار. زين هذا الحظر راح ياثر عليك اكيد. شو نسوي هاي حالنا حال على العالم. نعم الله كريم ان شاء الله. الله يفتح عليكم. الله يحفظك كلام طيبين. الله يجزاك. يعني فعلا الموضوع العمل يعني راح يكون اكو اشكال عندنا اذا استمر الحظر لاكثر من اسبوعين. لذلك يعني نتمنى انه يكون اكو التزام من قبل المواطن حتى نقلص فتره الحظر قدر الامكان، وممكن يعني تتخذ قرارات ضمن مستجدات بانخفاض الاعداد. نرجع لك سياده المقدم، الحالات اللي ممكن يلجؤوا لكم او توجهون لها مثلا موضوع العنف الاسري، موضوع الابتزاز الالكتروني، ضمن المناطق اللي انت بيها تعتبر من المناطق الساخنه اللي بيها مثلا حالات كثيره؟ المناطق اللي انا اتواجد بيها يعني منطقه المنصور العامريه ومنطقه ابو غريب كثره الحالات. نعم. وجود توجيه من قبل مدير الشرطه المجتمعيه سيد العميد. نعم. قاعد ندخل بجميع الحالات، جميع حاله مستجده او قديمه يعاني من عندها المواطن قاعد نباشر. نعم. بحالها ان كان عنف اسري، ان كان ابتزاز، ان كان مخدرات. نعم. قاعد نباشر بالتوعيه، قاعد نباشر بكل الحالات. يعني نظامنا صار نظام يعتبر شلون توعوي ضروري، يعني يعتبر سباق في انه وضع الحلول الملائمه للجريمه قبل وقوعها. نعم. يعني هو هذا هدفنا. يعني احنا كشرطه مجتمعيه وتوجيهات سيد المدير دائما بهذا الخصوص مقربين للمواطن، عندنا فد يعني مقبولية من المواطن. نعم. لان احنا شغلتنا انسانيه، قاعد نحل المشاكل بشكل ودي، اضافه لكو حالات يعني حسب يعني العداله التصالحيه انه اذا وجود اضرار يعني نتوجه للقضاء يعني. نعم. حسب رغبه نعم اذا كان مشتكي بالموضوع اكيد يعني. انه هي اطراف احد اطراف الجريمه والشكوى انه يكون وجود طالب نجده هو اللي يشتكي. نعم. اذا يرفض الاجراء راح تنتهي الجريمه وتنتهي الدعوه القضائيه. اي نعم نعم. زين احنا اليوم نلاحظ يعني زياده حالات العنف الاسري، هم يمكن بسبب الحظر، بسبب الضغوط الاجتماعيه. نعم. فهم عندكم يعني انتم في برنامج توعوي بهذا الموضوع يعني؟ اكيد السيد العميد مباشر ليلا ونهارا محافظات العراق الشامله، وجود مفارس الشرطه المجتمعيه بهذا الخصوص. نعم. ووقوفه يعني وقوف على الحالات بشكل مباشر مع السيد اللواء بهذا الخصوص، وجود يعني فد اهتمام كبير. نعم. يعني معالي وزير الداخليه ايضا مهتم بهذا الخصوص انه العنف الاسري اللي استجد حالة مستجدة أو ظاهرة استجدت من المجتمع العراقي مباشرين بالتوعية، بالإجراءات القانونية، بالتحذيرات، بالتعهدات الخطية. نعم. أيضا نراقب الحالة إذا وجود عنف أسري لمدة، ونجر ورفتة نراقب الحالة يعني وجود يعني جدول على تواصل، تبقى على تواصل مع المواطن حسب التوجيهات. نعم. من السيد المدير وجود جدولا لاحظ الحاله بين فتره واخرى. نعم. بخصوص العنف الاسري بعد التحذيره. يعني بالنهايه عندك حالات ممكن انه ده تنحل ها؟ يعني عندك حالات أكيد تحلوها بطرق وديه. كلش كثيره، وجود حالات كثيره قاعد تنحل. نعم. لان اعتقد انه هذا فد موضوع حساس، لان معظم العنف الاسري هو موضوع عائلي. نعم. يعني فالحل يكون الودي والتصالح احسن من الاجراء القانوني. نعم. اكيد يعني اللي ياخذ فتره ويمكن يزيد المشكله مرات الاتخاذ الجانب القانوني او الاجراءات. يعني الصلح هو سيد الاحكام ها؟ اكيد، لان حكم انه الترابط الاسري والعائلي، فاكيد الصلح والتراضي راح يكون الحل الـ 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 الاساسي والمباشر، وشلون نقول
يعني من العرق النهائي ايضا. نعم. اي نعم هو هذا اللي هو اللي يبحث عنه المواطن. نعم. اكيد. نعم. احنا طبعا بصراحه يعني ناكد انه الشرطه المجتمعيه تقوم بدور رائع خلال هاي الفتره. صحية يعني كمؤسسة كانت حديثة في وزارة الداخلية، لكن أثبتت الجدارة بالتواصل مع المواطن، أثبتت الجدارة كذلك بخلق هذه صلة التواصل بين المواطن ورجل الأمن، التثقيف المستمر في الحالات يعني في حالات اللي يمر بها المجتمع. لذلك يعني نلاحظ أنه تقدم في عملهم. سيادة العميد، اليوم احنا نقول موضوع الابتزاز الإلكتروني اللي دائما مثلا تحدث حالات من عنده، يعني تحدث حالات يتم تبليغكم ربما بها، وبعض الحالات يعني ما يتم تبليغكم. شلون يعني تحلون هاي الأمور؟ وأغلبها هي حساسة، يمكن تدخل بها أمور عشائرية، تدخل بها يعني أمور خاصة. نعم صراحة يعني ظاهرة الابتزاز الإلكتروني يعني أقول ظاهرة فعلا تحولت إلى ظاهرة نتيجة لكثرة الأعداد اللي تتعرض للابتزاز، وكثرة الحالات الموجوده وكثره الشكاوي. واليوم احنا الخط الساخن اغلب المناسبات اللي تجينا والشكاوي هي عن حالات تعرض لابتزاز الكتروني، حاله من ضحايا للابتزاز الالكتروني. اليوم الشرطه المجتمعيه تعمل يعني خلال هذا العام يعني فقط عالجنا 685 حاله لحاله ابتزاز الكتروني. عفوا العدد 685 خلال هذا العام. هذه كلها ضحايا قدمنا لها المساعده واستطعنا ان ننتشلها. تعرف يعني اليوم احنا مجتمعنا مجتمع شرقي ومجتمع عشائري، كثير من حالات الانتحار نتيجه التعرض للابتزاز، كثير من حالات هروب الفتيات من اهلهن. يعني اليوم نشوف كثير من حالات اللي يهربون من أهلهم بسبب تعرضهم للابتزاز وخشية من القتل أو خشية الإجراءات العقابية من داخل العائلة. هذه يعني صراحة يعني موضوع معقد وصعب جدا نعالجه، نعمل على من أجل تثقيف أولا وتوعية الشباب وخصوصا الشابات اللي تعرضن للابتزاز، كيف تحافظ على نفسها أنه لا تتعرض للابتزاز، ماذا تعمل إذا تعرضت للابتزاز، واحد اثنين ثلاثة، كلها نخرج إلى المدارس والجامعات وإلى المناطق الشعبية مع منظمات المجتمع المدني مع الدوائر الدولة الدوائر الحكومية، حتى نثقف ونوعي الناس بضرورة أن كيف يحافظ على حساباته، كيف يأمن حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكون عرضة للابتزاز، لا تكون عرضة للاختراق. هذه كلها يعني نشتغل عليها من أجل أن نثقف ونقلل حالات الابتزاز الإلكتروني، خصوصا إحنا في ظل يعني عدم وجود قانون لقانون الجريمة الإلكترونية لم يقر لحد الآن. يعني ننتظر إقراره حتى يكون هناك عقوبات مشددة على الأشخاص الذين يبتزون والذين يعملون بهذا المجال، وأيضا نعمل مع باقي المؤسسات الأمنية الأخرى، مع الأمن الوطني، مع الاستخبارات، مع مكافحة الجرائم، مع مراكز الشرطة، من أجل أن نعالج كثير من الحالات اللي نكتشف الأشخاص اللي يتعرضون يقومون بالابتزاز واستغلال البنات. طيب كنصيحة أنه أي أحد يتعرض للابتزاز، الرقم اللي ممكن يتصلون عليه؟ إحنا هناك أرقام 503 يعني أرقام الاستخبارات وأرقام الأمن الوطني. نعم. وأيضا الخط الساخن للشرطة المجتمعية 497. نعم. نتلقى الاتصالات ونقدم الدعم النفسي، دعم مجتمعي، دعم قانوني، وبالإضافة إلى هناك إذا هناك شكاوى ممكن نحلها مع باقي المؤسسات الأمنية الأخرى. وصراحة يعني اليوم الشرطة المجتمعية تؤدي واجب جدا مهم من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي اللي بدأ يعني هناك تهديد كبير على النسيج المجتمعي، على العائلة العراقية. هناك اليوم يعني تقصير من قبل العائلة، العائلة اليوم يعني بالمتابعة المتابعة ضعيفة أو تكاد تكون معدومة. الأم ملتهية بوظيفتها، والأب يصور أنه هو فقط واجبه ومهمته أن يجيب راتب وينطي يعني مادة ويقدمها للعائلة. بالعكس التربية والتنشئة الاجتماعية طبعا جدا مهمة وخطيرة. اليوم الأسرة مقصرة، بالإضافة إلى كل مؤسسات الضبط الاجتماعي يعني هناك تقصير من قبلها تجاه المجتمع. المجتمع اليوم يعني صراحة يعني احنا من هذا المنبر، من هذه المكان، ندق ناقوس الخطر على المجتمع. المجتمع ده يتهدد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الكثير من
الغزو الثقافي اللي نتعرض له، يعني غزو يعني كبير ومهم، ولكن لا يعني ماكو اجراءات يعني تجاه هذا الغزو تجاه الخطر الخارجي اللي يهدد اسرتنا ومجتمعنا. نعم، احنا قبل لا نختم يمكن موضوع صغير ايضا بدنا نكمل به. تفضل سيدي. موضوع المخدرات، شلون دا تشوفون انتم كشرطه مجتمعيه؟ يمكن تجيكم بعض التبليغات او يعني بعض البلاغات او بعض الشكاوي على هذا الموضوع، موضوع المخدرات في بغداد تحديدا، فشنو مقياسكم لها اليوم؟ صراحة يعني من أخطر الأعداء وأخطر ما ممكن أن يواجه المجتمع هو المخدرات. المخدرات أخطر من داعش، أخطر من كل المخاطر اللي ممكن أن تهدد المجتمع والبلد والدولة والوجود. موضوعة المخدرات، لأن المخدرات ايضا تهدد النسيج المجتمعي، تهدد الاسره والعائله العراقيه. اليوم احنا نشوف المجرم، يعني كثير من المجرمين اللي يلزموا انه هو يسرق بس ما يقتل، او قد هو قاتل بس ما يزني، او يعني ممكن يسوي في الجريمه ويعني نفسه وما تطي على ان يرتكب جريمه اخرى قد يكون. لكن اليوم اللي نشوف اللي يتعاطى المخدرات، اللي تحت تاثير المخدرات، يسرق ويزني ويقتل وكل الجرائم يرتكبها تحت تاثير المخدرات. اليوم حتى كثير من حالات الزنا المحارم موجوده ونجدها تحت تاثير المخدرات، ظاهره القتل يعني افراد العائله. نعم. كثير يعني حالات غريبه وجديده على المجتمع، جرائم غريبه وعجيبه وغير موجوده، لم تكن موجوده، لكن اليوم احنا نشوفها تزداد وتكثر. نعم. بسبب ظاهره المخدرات. شلون الشباب؟ تعالوا وين كنتوا؟ وين رايحين؟ بالدوام. بالدوام؟ ايه. جيب 25. جيب 25. غرامه. وين؟ غرامه. مالي. شلون لابسكم؟ ياتي. 25 جيب. وين؟ منا وجاي غرامات يا شباب. غرامات ترى منا وجاي. يا صف انتم. سادس. شنو دوامكم يوم بالاسبوع مو هسه؟ ايه. واليوم كان عندكم دوام؟ ايه. وراح يجيكم محاضر وتقعدون. ايه. سادس شنو انت؟ فنون. فنون؟ يلا مو الفنان يكون يعني شو ملتزم غير تلتزم. لا جديات يا شباب. اختنقت منها. والله كنا مختنقين بس شو نسوي يعني الوضع جديات مو يعني خلونا شويه. انت شاب صغير تاخذ فيروس تروح تودي بيتك. امك اختك ابوك. انت تعرف تسال ساعتها مشي بس. مي بس هو انت. يلا جيبكم على نفسكم. يلا حبايب. هلا هلا. احنا نشكرك عميد غالب على هذه الجوله، ونتمنى انه فعلا احنا تقدمون خدمه كبيره للمجتمع اليوم من خلالكم الشرطه المجتمعيه ومن خلال الدكتورات اللي موجودين ويانا والاساتذه ايضا. نشكركم نيابه عن المشاهد وعن كادر التغيير ايضا. فكلمه اخيره. احنا بالعكس صراحه نشكر قناتكم الموقره ونشكر هذا البرنامج، لان الاعلام متاكدين ان له دور كبير بالتوعيه مهما عملنا احنا كمؤسسه امنيه، كشرطه مجتمعيه، كوزاره الصحه، المفارز الصحيه، لا يمكن ان نستطيع ان نوصل الى كل افراد المجتمع من خلال الاعلام. اليوم احنا وصلنا يعني شخصيا على تماس مع نقول 100 200 300 شخص، لكن من قناتكم الموقره نوصل الى الالاف الاشخاص. وهكذا الاعلام له دور كبير بينقل التعليمات والتوجيهات والثقافة اللي ممكن أن يتحلى بها المجتمع، ننقل التعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة إلى المواطنين من خلال الإعلام. الإعلام اليوم مهمته الرئيسية مو فقط يعني الترفيه أو السياسة، مهمته هي التعليم والتوجيه والتوعية. التوعية اليوم جدا مهمة إذا كان مشترك بها الإعلام صراحة. شكرا لك سيادة العميد. شكرا دكتورة. شكرا لكم. شكرا للأساتذة. نجدة؟ لا ولازم صادق شرطة مجتمعية. شرطة مجتمعية الخضراء. أيضا. نعم. وين أنت ضمن القاطع الخضراء اللي تشمل مناطق حي الجامعة وحي العدل والغزالية؟ زين.
عملكم اليوم انتم بهاي القواطع. طبعا اليوم باشرت الشرطه المجتمعيه الساعه 800 بتوجيه السيد العميد. نعم. ايضا بوجود حملات مكثفه تخص وتحث المواطنين على الالتزام بالوقايه الصحيه وايضا نعم. ارتداء الكمامات والقفازات في سبيل حمايه المواطنين. نعم. مثل ما تعرف انه في الاونه الاخيره انه زادت حالات الفيروس وفق نعم. وفق التوجيه. فاحنا نساهم ونطالب المواطنين ايضا بالالتزام بالتوجيهات الصحيه وايضا بقرار خليه الازمه. نعم. يعني احنا اكيد نشكركم وان شاء الله انتم هذا دوركم لتأدوه مع المواطن بافضل شكل. شكرا لك سيادة الملازم. شكرا سيادة المقدم. شكرا. اذا كانت هذه حلقتنا اليوم من منطقة المنصور وبرفقة الشرطة المجتمعية وكذلك كوادر من وزارة الصحة، تحدثنا عن موضوع التوعية ونشر التوعية في ظل تزايد اعداد الاصابات في وباء كورونا. تحدثنا مع الشرطة المجتمعية ومع المواطنين ايضا، حدثونا عن واجباتهم وعن عملهم بصورة عامة. لذلك نتمنى أن تكون الحلقة كانت توعوية وكانت أنه يعني وصلت بالصورة إلى المشاهد. نشكر متابعتكم وانتظرونا في عنوان قادم من بلا عنوان. إلى اللقاء.